أهلين، راح أصلح معاكم. زي ما قلت لكم باستا شفتها بحساب خواطر، حبيت إني أسويها للعيال اليوم. هذه مقاديرها، حبيت أنا مقاديرها سهلة. بنسوي البشاميل، اخترت نوعين بدمجهم مع بعض، السادة ولا بطعم الجبنة. حسيت أن طعم الجبنة بيطلع مرة جديد. يلا نحضرها مع بعض بنات. أنا أصور مباشر، تمام؟ راح تكون وصفة اليوم برعاية بهارات التوليفة، بهارات الدجاج وبهارات الإيطالية. مش اي اي ولا زي زي، لسه ما طلب يلحق يطلب. العرض راح يخلص نهاية ذي الحجة. نحط البصل ونحمص في هذه المرحلة. دبل واخذ له لون اشقر فاتح، انا احب هذه الدرجة. راح اضيف الدجاج قطعته كذا مرة صغير، واحب اضيف للدجاج ثوم دائما. طبعا الان راح اضيف من بهارات التوليفة، البهارات الايطالية. واضيف بهارات الدجاج، وهنا عندي مجموعة من البهارات اللي هي عبارة عن مكعب مرق الدجاج، فلفل اسود، كركم، ثوم بودرة، استخدمت ثوم بودرة محمص، وكزبرة، وبقدونس مجفف، واكيد ما انسى الملح. ما راح اكثر الماجي مالح. على فكرة التوليفة خالية من الجلوتين، خالية من الأملاح، كل الأملاح، وخالية من المواد الحافظة. هنا فلفل أحمر وفلفل أخضر وطماطم، بضيفهم شوية موية بعد شوي، بس خلنا تتسبك أول بعدين بضيف الموية. بضيف شوية موية، أنا ما أدري هي أضافت، بس يعني أنا أحس إنه ما يحتاج. بضيف بس شوي يعني عشان تصير الوصفة كما هي يعني. طبعا أنا قاعدة أسلق الباستا وذوبت البشاميل في الحليب، بس لسه ما حطيته على النار، قلت بحطه آخر شيء بعدين. بستنى هذا بس يستوي وينشف تماما وخلاص. ذقته، حسيت إن كل شيء أوكي تمام، ملحة تمام، كل شيء تمام، خلاص راح أطفي عنه. بالنسبة للتوليفة حطيت لكم في السنابات اللي قبل شيء يخصها. وعلى فكرة عندنا تابي وموجودين في تطبيق ذا شيفز المنطقة الشرقية أو في خبر الدمام. عندنا تابي بنات، يعني بالأقساط على 3 أو 4 دفعات، مش متأكدة صراحة، بس إنه بدون رسوم بدون فوائد. حطيت الآن البشاميل عشان أسوي، لأن بس أنا مذوبته يعني. وهنا الدجاج اللي أنا سويته بحطه على الباستا اللي سلقتها، وننتظر البشاميل يخلص وأخلط كل الأشياء مع بعض. طبعا قاعدين نخلط البشاميل عشان يثقل، اذا ثقل بخلطه هنا وخلاص قضت الطبخه. عشان كذا قلت حبيتها انها مره سهله، مره سهله. في الاجازه تبين شيء اسرع سريع، عشان كذا حبيتها. قلت الكيرن تروح تقعدهم وانا بحرك البشاميل. ذوبت ظرفين وظرفين في نفس المكتوب على الظرف، واحد بشاميل سادة واحد بشاميل بالجبن. حسيت بيطلع كذا مرة لذيذ بالجبن. خلص البشاميل، حطيت هنا جبن موزاريلا كبي كله 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 عشان تصير صوصي، وخلاص صارت جاهزة. لا فرن ولا شيء، بس كده خلني اخلطها وارجع لكم. وخلصت طبختنا، بحطها الان في صحن، سويها بس جلسة تصوير وبس. مرة سهلة، أقول لكم مرة حبيتها وحبيت أشارككم إياها. بحطها في صينية التقديم، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. وأخيرا وليس آخرا، بعدين بكتب لكم إياها، يعني بصور وبنتغدى بعدين بكتب لكم. يعني حالاتها صراحة وهي كذا، فبخلص وبكتب لكم إياها لكم تسوونها عشاء أو شيء. بالعافية. وهذا الباستا، ويا سلام مرة لذيذة، ما شاء الله تبارك الله مرة لذيذة. خلص واكتب لكم اياها.